تحية النضال، تحية الصمود، الإخوة العمال العربيين التابعين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. غير بالنسبة للعادة كما كيعرفوا الإخوة والأخوات، ولا الرأي العام ولا السلطة ولا المسؤولين ولا المنتخبين ولا الأحرار والحرائر لا من داخل هذه المدينة ولا عبر ربع الوطن، أن هذا المشكل ديالنا ديال التسوية ديال الوضعية ديالنا اللي هذا الرئيس ديال الجماعة كنشوفوا أنهم داروا دورات البارح، داروا دورة واش كيناقشوا؟ كيناقشوا الأراضي، كيناقشوا أن أرض خصها تفوت لفلان وأرض خصها تفوت لفلتلان. علاش؟ كنقول دائما أنهم عندهم غيمعة لاخو معاه الصفقات ديال الفلوس ديال تحت الطاولة اللي كيضربوا فيها الفلوس هما ورا تحت الطاولة. لهذا كان من المفروض أن هاد المستشارين وهاد لا الأغلبية ولا المعارضة ولا الرئيس اللي اجتمعوا في الدورة البارح كان عليهم يجتمعوا ويشوفوا شي حل من أجل التسوية ديال الوضعية ديال هاد العمال العربيين. لأن ما يمكنش أنك تشوف واحد الملف شائك من 2021 وحنا في الوقفات النضالية من 2014 وحنا في المراسلات وفي الملف المطلبي ولا أذن صاغية. عينا بالحوارات، عينا باللقاءات، في آخر المطاف الرئيسة مختفية، المستشارين مختفيين، لا المعارضة ولا الأغلبية. ولكن اللي كنتفاجئوا أنهم كيجتمعوا في واحد الدورة. علاش كيجتمعوا؟ من أجل باش يفوتوا أرض ولا يفوتوا أرض لشي واحد ولا يفوتوا شي ضرب لشي واحد. هنا واش كيبين؟ كيبين واش أن من الساكنة لا تستخدم هذا المستشارين وهذا الرئيس واش دارتهم غير من أجل باش يفوتوا الأراضي؟ واش غير من أجل الصفقات تحت الطاولة؟ بالعكس، الناس ولا الساكنة تاخد هاد المنتخبين من أجل باش ينميو هاد المدينة، باش يقضيو على الفقر في داخل هاد المدينة. ولكن كنشوفوا أن هاد العمال العربيين اللي تقريبا خدموا سنوات طويلة، كاين اللي خدم 7 سنين، كاين اللي خدم 8 سنين، ما كاين لا تغطية صحية، ما كاين شي أجور اللي تحمر الوجه، ما كاين تصريح السلوك رواتب التباعد، ما كاين لا تعويضات عائلية، ما كاين حتى شي حاجة. هنا واش كيبين؟ كيبين أن هاد المنتخبين واش هبلان ولا ما عندهمش عقل ولا كيمارسوا على السياسة ديال التمهبيل. لهذا حنا المعركة ديالنا راها مستمرة. انتم اجتمعوا في الدورات، اجتمعوا من أجل الصفقات. شكرا في الأحلاق ديالكم، بغيتوا تجيو تسولوا